كوكو، السلام عليكم. ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله تكونوا ملاح. يا ربي ان شاء الله تكونوا بصحة مليحة، وان شاء الله تكونوا تفوتوا في ان بيل جورني. مرحبا بكم معايا دون زي نوفيل فيديو، واللي راح يكون اليوم على كما تقراو في العنوان، على البلاتو ميروار اللي دار ضجة وبانواع واشكال مختلفة. وهذه تبقى اختياراتكم على الشكل وعلى الموديل وعلى نتوما واش تحبوا ديروا. اذا انا نعطيكم الميثود وانتوما ديروا واش على بالكم نتوما. اذا يلا نفوتوا في لاسويت، وما تنساوش تابوني في قناتكم سمية ديزاد، وتفعلوا لا كلوش تاع الجرس باش هكذا كل ما نحط جديد يطلع لكم اوتوماتيكمون نتوما الاولين. يلا نروحوا في واش يلزمنا وكيفية صنع هذا البلاتو ميروار. يلا نروحوا في لاسويت. مستلزمات وش يلزمنا هنايا؟ تشرو هدية لاك، هدية طلاء، هدية نتاع القارورة، هدية دير 25000. اشرو لاكولوغ نوار، ولا انتم وش حابين. اذا حابين اي لاكولوغ راح تلقاوها هنايا، تحبوا الدوري تحبوا اي لاكولوغ انتم حابينها. انايا راح نديرها بالنوار. وتانيك تحتاجوا لهذونا الرجيلات، هذونا كل محل كيفاش يبيعهم. كاين اللي يبيعهم 7500، وكاين اللي يبيعهم 5000، وكاين هذوك اللي فيهم العقاش. انتيا واش تحبي الموديل؟ هذا ارخص واحد. كاين خصوني ثلاثة شريتهم من محل اخر، شريتهم ب7500، ومن المحل الاول اللي شريتهم ب5000. يعني ديفيرونس بين المحلات، كل واحد كيفاه يبيعهم. قلت لكم النص شريته ب5000، وخصوني ثلاثه ما لقيتهمش عنده، لقيت خلاصو الكميه اللي ديتها انايا. رحت المحل الاخر لقيتهم عنده ب7500، يعني شريتهم اوصاي. قلت لكم تلقاو هذوك اللي فيهم لي بيير، وكاين بزاف لي موديل نتوما واش تحبوا. انايا حبيت هذا الشكل. وتانيك هذونا المقابض، هذونا اللي يجوا في الخزائن. خير انتوما الموديل، كاين تاع 12000، كاين تاع 10000. انا هذه الوحدة شريتها 7000، للوحدة 7000. ودوك نوري لكم. تحبوا تشرو معها الفيس؟ اذا تقبتوا الزجاج تاعكم جيبوا معها الفيس ولي البورونات هذوكا، راح يعطيهم لكم معاهم باش تزيروا مليح. ولكن انايا ما ثقبتش المرايه نتاعي، فاذا ما جبتش هذونا بزاف، جبت غير واحده باش نعطيكم موديل ليها. اذا ثقبتي هي من الاحسن تثقب، صح على حساب الزجاج. اذا السمك تاعو يعني خشين راح تثقبي احسن، اذا رقيق لانه غير يبدا يثقب راح تكسر لك. هذو الخطوات بزاف مهمين، وما كاش اللي يقولوا لكم عليهم، يعني راني ندقق باش كي تكونوا تخدموا على الصحيح. اذا جبتي الزجاجه خشينه ماذا بكم تثقبوها عند هذوك اللي يخدموا الزجاج، واذا رقيقه ما كان لا تثقبوها لانه غير يبدا يثقب تكسر. والبيستولي اذا احتجناه، اذا لانه انا حبيت نوريكم، لانه كاين اللي يخدم بالبيستولي، يلصق بالبيستولي ولكن غير ينشف يتنحاو بالخف. فاذا انا غير حبيت نوريكم، اذا جاتكم غالية هذه تشرو البيستولي تخدموا به. وهذه اللصقة، هذه اللي تلصق الحديد هادونا في الزجاج، يعني الحديد هذايا اكيد لازم له اللصقه تاعو اللي تلصق في الزجاج. فاذا ننصحكم بهذه اذا حبيتوا ديروا كابتشر ايكرون، راح يدير من 45000، 50000، 35000، كل محل كيفاش يبيعها. انا شريتها 45000 لانه زوج يتميكسوا ويتخلطوا باش نبداو نلصقوا بها. تجي كيما الفاكسان، هما زوج تيب تاع فاكسان، وتميكسيهم باش يركب فيها الحديد في الزجاج، لانه حبيت خدمة مليحة. البيستولي كي ينشف يطير، انا حبيت خدمة مليحة. فاذا هذه هي احسن حاجة. هذونا المستلزمات.
هنايا تحتاجوا الى زجاجة، انتم الطول والعرض اللي حابينه. انا هنايا عندي 40 على 25، انا حبيت هذايا الطول، وانتم شوفوا الطول اللي حابينه. انتم قلت لكم اذا شوفوا على حسب الكاليتي تاع الزجاج، انا عندي هنايا شوية رقيقة. انتم اذا درتوا الخشان راح تثقبوهم على لي كوتي، مادام يقص يقص قولوا له اثقبوهم لنا على لي كوتي، انا راح نلصق ديريكت. اول حاجة واش راح نديرو، راح نختاروا الوجه اللي راح نصبغوه فيه، وراح نديرو البرودوي ونمسحو باش هكذا. كي ندير هذه الطيلة هنايا، نروح نصبغوها، ما تكونش الغبرة لاصقة، وتكون يعني الطيلة تاعي ما يجيش مليح، يكون بومبي الحبيبات يلصقوا تاع الغبار هذوكا، ما تجيش مليحة كامل. انا هنايا راح نمسحها مليح مليح ثاني من هذيك الكوتي، ونعاود نروح نصبغها، نخصص مكان برا في المكان في المنزل برا، راح نفرش الجرنان نصبغها، ونعاود نرجع لكم بكيفية التلصيق، ومن بعدها نرجعو في بعد ما نصبغوها وتنشف مليح. ركزوا لي على تنشف مليح، لازم تخلوها تنشف مليح باش هكذا كي نبداو نركبو، راح نركبو في الكوتي الاخر، راح نرجعو ومن بعد خلوها تنشف مليح. وين ما تشوفو لازم تطلو مليح، تحبو هذه تحبو لا بانتور تاع لا بواط هذيك، مي ما ننصحكمش بها، لانه كي تبداو ديرو راح تبقى لكم الخطوط هذيك تاع البانسو ولا تاع البونج اللي تصبغوا بها. هذه احسن ميثود، احسن طريقه، لانه تفش فشي وراح تلصق كامل على البلاطو بطبقات متساويه. من بعد راح نرجعو في الطريقه الاخرى، نخلوها تنشف ونعاود نرجع لكم. اذا هنايا بعد ما صبغنا وخليناها نشفت شويه لا بينتور هذوكا، وشوفوا مليح مليح اذا كاين فراغات ما صبغتهمش، عاودوا صبغوهم مليح مليح. هذه هي الكوتي اللي صبغناها، ومنها ما تصبغوها، شوفوا كيفاه، هذه الجهه اللي ما صبغناهاش، ومنها الكوتي اللي صبغناها، راح نخدمه في هذه الكوتي. واش راح نديرو دروك؟ دركا راح نجيبو اي عفسه هنا ما تحتاجوهاش، اي حاجه ما تحتاجوهاش تخدموا فيها. هنا راح نخلط هذه، راح ندير هادونا زوج هادونا، شوفوا كيف راح نهبطو مع بعض. الكميه هذه راح نجيب كوتون تيج ونبدأ نخلط فيهم. تميكسيهم مليح، هذه ما نرميهاش، راح ندير فلي كوبي. وين راح نلصقوا الرجيله، دركا نزيد نوريكم كيفاه. هنا تبان لكم احسن، قلت لكم بعد ما خلطنا هدية راح نحكم الرجل اللي عندي، وراح نغطسها مليح مليح. من بعد راح نحط في الكوتي، راح نزيد ندير كامل الرجل، ديرو هكذاك في الكون، ندير كامل لي كوتي ونعاود نرجع لكم. وهنايا بعد ما كنت بلاسيت هنايا هادو النرجيلات على لي كوتي، درك نخليهم ينشفوا، ولكن زيروا عليهم مليح هكذاك، زيروا عليهم باش تحكم اللصقة مليح، ومن بعد نرجعوا باش نركبوا اليدين في الكوتي الاخر. لازم ينشفوا قبل الرجيلات باش كي تقلبوهم ما يطيروش، يكونوا ثابتين، ومن بعد نعاودوا نوليو.
وهنايا بعد ما نشفو رجيلات كنت قلبتها ركبت هادية، وراح نزيد نركب قدامكم هادية بنفس الطريقة تاع الرجيلات. ديما نقول لكم دوكا شوية هاك ننظفو البلاطو، معليش كي ديرو لانه ديجا كان طير لك حاجة وما تمسحيهم ديريكت مع بعضهم. وتانيك هذا البلاطو مروار هذا تنجمو ديروه كمشروع مربح، الواحد راح يستقام لك 70 ألف حتى 80 ألف، والبيع يعني راح تزيدي حق يدك هكذاك 30 ألف ولا، لأنه شوفي السلعة اللي شريتيها شحال استقامت لك الحاجة وزيدي عليها حق يدك. فإذا حبيت نوريكم الطريقة كل واحد كيفاش يدير. كاين تحبوا تاني الستيل المدور، تحبوا هذوك تاع الطباعة على الرسوم هذاك على الزجاج، تحبوا نتاع هذوك اللي فيهم الجيلاتين، انا يا حبيت نديرهم سامبل هكذاك، ديروا فيهم الريحة، ديروا فيهم الجاتو، ديروا فيهم واش حبيتو انتوما ديروا هكذاك تجي مقابلتها، وتبداو تزيروا باش تثبتوا. نخليه ينشف ونعاود نرجع لكم للنتيجة النهائية بعد ما ينشف. شوفوا البنات لازم تكون هذه الكوتي مقابلة هذه الكوتي، إذا ما عرفتوش استعملوا المترا باش ديروا لي سنتيمتر مقابلين بعض، وحاولوا انه تزيروا هكذاك مبدئيا هكذاك تقعدوا مزيرين، من بعد تخلوهم ينشفوا وراح نشوفوا النتيجة في الأخير. إذا حبيبتي هذا هو شكلهم النهائي. أنا كنت درت 3 البلاطو، درت الكبير ودرت الطويل ودرت درت الصغير. انتم الاحجام قلت لكم انتم تتحكموا فيهم، تحبوا ديرهم دائري انتم واش حابين، وانتم تتحكموا ثاني في لاكولور وفي الاكسسوار انتم واش راكم حابين. ثاني قلت لكم تنجموا ديرهم كمشروع مربح يعني تسرزقوا منه وتبيعوهم. وتحبوا ثاني تخدموهم ليكم هادو نديروا فيهم الكاطو يعني حاجه خفيفه وبريزونطابل سور لا تابل، وثاني تنجموا ديرهم للمناسبات خطوبه او اي مناسبة تجيكم يعني شباح وهمة، يعني تاني تنجم تديهم عروسة، تنجم ديري فيكم فيهم لي بارفان في الكوافيز، تنجمو ديرو فيهم لي كيب كيك يعني للديكور انتم واش حابين ديروهم ديروهم. انا وريتكم الطريقة ويبقى الديكور ليكم انتم. فاذا ان شاء الله يعجبكم لا فيديو، ونسيت حاجة مهمة ما قلتها لكمش، هادونا ما يتغسلوش اكيد اذا غسلتهم ما همش شماعن يعني هضرهم غير للديكور، ما يتغسلوش تانيك من الكوتي تاع اللي منا تاع هدايا اللي دايرينو لا بانتور، لانه طير نطير يعني لو كان تحكو تبقاو مع الوقت تحكو تغسلو فيهم راح يطير لكم كامل. ننصحكم غير تمسحوهم بالبابي، كل ما تستعملوهم تمسحوهم مسحة خفيفة هكذاك من الكوتي هدايا، يعني وتخبيهم كل ما تسحقوهم تلقاهم عندكم. فإذا إن شاء الله يعجبكم لا فيديو تاع اليوم، ونقول لكم بيزو وتهلاو في رواحكم إلى الملتقى إن شاء الله. راح نوريكم هذا البلاطو كيفاش داير، هذايا جاي طويل أنا عجبني هذا الشكل، وانتوما شوفوا اش راكم حابين، شوفوا على لي كوتي الخدمة نقية وما راه باين والو، خير من البيستولي يخرج وتبان كامل اللصقة اللي فيه. وتاني قلت لكم ما يترفدوش ما تعمروهمش وترفدوهم، بيسك كما قلت لكم هم غير تاع ديكور، ولكن هذه اللصقة مليحة انا ننصحكم تشرو منها، لانه شوفوا شحال مليحة تلصق بيان. هذا طويل وهذا صغير، كما قلت لكم ان شاء الله يكون عجبكم لا فيديو، ونقول لكم تهلاو في رواحكم
إلى الملتقى إن شاء الله، وما تنساوش تخلوا لي تعليقاتكم هكذاك باش تزيدوا تحفزوني أكثر، وندير لكم لي فيديو الجايين. نقولكم بسلامة وتهلاو في رواحكم. باي باي، بيزو.